هذا حمام بغرارة وهذا حمام سيدي عبد اللي في 2019 وقت الحراك الشعبي والدنيا واخدة والناس الحراك الشعبي وتغيير وكذا كذا، كاين واحد الشركة فيها زوج شركاء راحوا كراو هذا حمام عبد اللي سيدي عبد اللي في تلمسان، كراو الحمام هذايا عقود استثمار، داروا عقد امتياز، قال نكرو من عندكم العقد هذا الحمام هذا ونخدموه ونديروا دي بنغالو ونديروا دي فيلا ونديروا كذا ونديروا كذا، قال اوكي. شدوا الحمام هذا راحوا هدموا بعض السكنات تاع الناس اللي راه تكلم عليهم سليم غير هاك ولا سليم قالك سليم قالك تاع تلمسان الحي بالمناسبه، هاو يتكلم سليم بحسره لانه وليت تلمسان ويعرف حمام ابو عبد اللي كيفاش كان، كان معلم يعني سياحي يجذب السياح من الخارج والداخل. شدوه جماعه شركه يعني دارت السياحه مع وزير السياحه في ذاك الوقت، قالوا نديروا مشروع سياحي ونديروا كذا ونديروا كذا، راحوا استولوا على هذا الحمام ما خدموه ما خلوا الناس تخدم فيه، استولوا عليه. رئيس البلديه اللي كان في 2019 خلاهم ما تكلم ما حوس عليهم ما والو، داخل معاهم في اللعب. والان نعطيكم من هو ولماذا، شوفوا معايا هذا الصوت. هذا الحمام في الماضي لما كان هذا حمام سيدي ابو عبد اللي سيدي العبد اللي سيدي العبد اللي في تلمسان في الماضي لما كان فيه مسبح وفيه حمام وفيه حديقه وفيه سكنات الله يبارك منطقه سياحيه، شوفوا كيفاش اصبح. هذا هو الحمام لابيسين اللي كانت، شوفوا قبل كيفاش كان، شوفوا الان هذا هو الحمام نفسه نفس الصوره قبل وبعد. الان شوفوا كي راه اصبح مهمل ومستولين عليه عصابه جديده، وراكم تشوفوا بعينيك. خمس سنوات الشركه هذه ما دارت حتى انجاز في هذا المشروع، في هذا المشروع السياحي، وبالعكس خسروه وسكروه تهدم، نفسخوا العقد نفسخوا العقد مع هذه الشركه، وشوفوا مناقصه مع شركه اخرى اللي ممكن ينشطوا المشروع هذا وينشطوا السياحه في منطقه سيدي العبد اللي هذا الحمام الطبيعي المعدني، ويعني يحركوا التنميه في المنطقه، يكونوا فيها يعني عمال يشتغلوا، يكونوا فيها السياح يزوروا المنطقه، ونرفعوا ب كما يقول لك الناس مستوى المعيشي لسكان المنطقه، لان المنطقه هذيك يعتمدوا على هذا الواحد حانوت يبيع شويه سلعه، واحد ريستورون يخدم على لي فيزيتور لي جو قهوه، يعني هذا الناس اذا سكروهم ذا الحمام حطموه. لحد الان من 2019 لحد الان خمس سنوات استوفات كل الشروط باش يا اما يبداوا المشروع ويديروا كما يقول لك الناس غرامه للشركه اللي عطلت خمس سنوات بدون فائده، او ينحوا لهم المشروع ويعطوه شركه اخرى اللي تمشيه. لحد الان الوالي ما حبش يتدخل، وزير السياحه السابق ما حبش يتدخل، وزير السياحه اللي بعده ما حبش يتدخل، وزير السياحه اللي بعده ما حبش يتدخل، ووزير السياحه الحالي ما حبش يتدخل، واحد ما حب يتدخل. فوضى خلاقه. السؤال لماذا؟ الجواب بكل بساطة لأنه اللي داخلين في المشروع زوج شركاء، شكون هما؟ واحد اسمه حمزة بن طالب وواحد اسمه قدور بن ربيع. حمزة بن طالب وقدور بن ربيع. هذا حمزة بن طالب هذايا عنده مصنع المياه المعدنية أو معمل المياه المعدنية المنصورة، اسمه المنصورة في تلمسان، هو اصله من العاصمه من بولوغين، عايش في تلمسان وعنده معمل المياه المعدنيه المنصوره. وقدور بن ربيع، شكون هذا قدور بن ربيع؟ سمعنا اسمه هذا قدور بن ربيع 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 هذا شكون؟ هو شريك، ها هو قدور بن ربيع شريك حذيفه بن قرينه في شركه ورقله. هذا قدور بن ربيع من ورقله، وهذا حمزه بن طالب شريكه من العاصمة. السؤال المطروح حمزة بن طالب هذا هل له علاقة بالوزير بن طالب فيصل بن طالب وزير العمل أم لا؟ علما وأنه فيصل بن طالب وزير العمل من حزب بن قرينة
وهو اللي يمد تصريح الشركة المناولة العمالة الوليد بن قرينة، هو اللي يمد ديتوريزاسيون، وزارة العمل هي اللي تمد التصريح. ما يقدرش واحد يدير حتى يكون عنده شركة وريجيست كوميرس ما يقدرش يخدم إلا بتصريح رسمي من وزارة العمل. حمزة وسمو فيصل بن طالب هو المسؤول على هذا التصريح، اللي هو وزير العمل، اللي هو من حزب بن قرينة جماعة البناء. وش علاقته مع هذا حمزة بن طالب اللي هو الشريك قدور بن ربيع، شريك وليد بن قرينة؟ مازال خلونا نروحوا نشوفوا هذا المقطع هذايا وجراحي. شوفوا معايا المقطع. تحمي؟ لا خدمتي ولا مازال؟ مازال. كل حلوه كان كاين الحمام هنا، كاين تاع رجال وكاين تاع نساء، ما بقاوش هذا الحمام خلاص. بكري كانت الناس تجي 30,000، اللي بخير عليه ب 30 هذه يكرف الكصب، والكصب ثاني فيهم واحد الحلاوه فيهم ما شاء الله. ما جيتي يا مرحوم الوالدين. الان دورناها من ورقله والشركات المناوله، نروحوا الحمام سيد العبدلي في تلمسان. واحد يقول لي بن زديره هي واش دخل سيدي عبدلي هذا في تلمسان مع بن قرينه؟ نقول له بالعقل يا اخي، احنا سهرانين وحنا قصاره مانيش خساره. هذا حمام سيدي العبدلي في تلمسان من بين الحمامات المعدنيه اللي انا نذكرها ونسمع عليها من بكري، لكن بصراحه ما زرتوش. انا زرت زوج حمامات بكري، كنت نروح ليهم مع الوالده ام الله يرحمها، ونحكي لكم واحد القصه هايله درك نقصر عليها. كنت نروح الحمام اسمه حمام بوغراره وحمام الشيقر، جوه مغنيه في تلمسان، حمام بوغراره وحمام الشيقر، حمامات معدنيه ومن اروع الاماكن السياحيه والحمامات المعدنيه في الغرب الجزائري، بالاضافه الى حمام بوحنيفيه في معسكر. وهذا حمام سيدي عبدلي انا ما رحتلوش بصراحه، ما نعرفوش، لكن حمام بوحنيفيه، حمام ريغه طبعا في عين دفله، وحمام بوحنيفيه وحمام هذا يا بوغراره والشيقر نعرفهم. كنت نروح مع الوالده الله يرحمها، نروح معاه نحكي لكم واحد القصه هكذا نضحكوا شويه. في التسعينات، لا لا في قلنا في 88، لا لا قبل 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 87 نظن، ولا 86 87، والله ماني عارف. المهم نشفى لها قبل قبل مده. خويا محمد نحييه بالمناسبه، خويا الكبير محمد، شرى طوموبيل 403 هذيك مربعة 400، مش 300 سوكات، 300 سوكات مش 403، 300 سوكات، 300 سوكات شوية تجي كاري هذيك. شرى واحد الطوموبيل 300 سوكات مليحة في ذاك الوقت، مليحة على 77 و76، هو شرى 87 88. يا سيدي، وقال الوالدة الله يرحمها نديكم الحمام. رحت معاهم، أنا كنت صغير، كانت عنده طفلة برك، دوكا راهي متزوجة وبولادها الله يبارك، بالمناسبة نحييها. بنته الكبيرة كان بنوها عليها، كان مش زايد، مازال وقتها مازال، والله زايد والله ماني عارف ولا زايد. المهم رحت انا والحاجه الله يرحمها ومرت خويا محمد، ومحمد وخالي، خالي توفى ثاني الله يرحمه، اسمه الصديق بن عطا الله، يعرفوه في البنيه اسمه الصديق بن عطا الله. الصديق راكب مع خويا من قدام وحنا من اللور راكبين، ومحمد هذا خويا نوفو بيرمي صوقه جديده، ورايحين اضرب 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 في الطريق. هذا خالي مسكين يخاف، شوف خويا يمشي يقول له محمد نقص نقص، يا محمد فيراج، يا محمد كذا، محمد يقول اسكت عليا اسكت عليا اسكت عليا، ويا يا الصديق اسمه هو مداصر يقول يا الصديق اسكت خليني نسوق، الصديق يقول اسكت، امها تقول له يا الصديق اسكت يرحم بويك اسكت، خاطر خويا محمد هذا شويه منتقري يقول لك دخل معاه. الصديق هذاك الله يرحمه خالي يقول له يا محمد بالعقل بالعقل، محمد يقول له يا الصديق اسكت راني نسوق اسكت ما تقلقنيش، امشي امشي امشي. وصلنا مش عارف واحد المدينه والله ماني عارف، دخلنا ما على باليش. المهم وقنا وهر ومشينا مشينا وهر وهكذاك، في وسط السيركيلاسيون انا رايح لحمام بوغراره، في وسط السيركيلاسيون لابوليس كذا، وصلنا عند واحد الرومبا، محمد وصل قدام الرومبا يفريني الطوموبيل يشدها في راه ما، وقال له روح ربك انت سوق. هاي هاي خلي الصديق يا محمد، قال له والو مانيش ماشي روح انت سوق. من الصباح نقول لك شد فمك شد فمك، هاي هنا قدام لابوليس، جا لابوليس هاي امشي امشي، جا عند محمد قال له محمد، قال له سي محمد مشي الطوموبيل، قال له ما نمشيش، قال له قال له قال له هذا اللي يسوق انا عارف سوق، وش قال له هذا اللي يسوق الصديق هو اللي يقول له واحد سوق انا ما سوقش. وما تحلل فيه يا محمد يرحم يا محمد جاه ربي كمل، قال لها بلادي امها ماني سايق، يا يسكت ما يجيش يحل فمه يا اما يجي يسوق انا. قال هنا الطوموبيل فاست وهرم رومبا قالها خلى غسل وحمد. هاي لا 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 الله يحمد، نشتيك نشتيك عندك واحد الخرجات
ايلين ها يا سيدي البوليسي خزر في ذاك الاخر قال له يرحم باباك اسكت عليها خلي السيدي يقلع لك الطروبيل واسكت عليها. ديمارينا من وهران حتى المغنيه تقريبا ثلاث سوايع او اكثر كلمه ما قالهاش صديق الله يرحمه خالي انا كلمه خلاص حرم والو رقد ضربها برقده ما كاش محمد قال له اقدر اسمي الزحف بك قلت تسكت 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 رحنا فوتنا فيها واحد السمانه ولا 10 ايام في حمام بوغراره روعه.